لوحات فنية بتحاكي المشاعر والحواس بداية من الناحية البصرية اللي ما بتكتفي من النظر والتأمل في اللوحة ومكوناتها المتعددة. رينات سيف كان بعيد تماماً عن هالموهبة لغاية ما تعمق في دراسة التصميم الجرافيكي، الأمر اللي أعطاه الإشارة لانطلاق موهبة فنية مميزة وبحب أكثر للخط العربي وجماله. فكانت البداية من عام 2001 لما بدأ بصنع لوحات بسيطة للعائلة جميعها بتحتوي على الخط العربي ليعمق تجربته بالعلم وتطويره من الناحية الفنية في حياته. الارتكاز على العلم هو الأمر اللي اعتمد عليه رينات في مسيرته لغاية الوصول لمستوى فني مميز ومبتكر. فبعد تخرجه وعمله في مجال الإنتاج الطباعي أيضا أضاف الكثير للوحة لمجرد معرفته في مجال الطباعة والمطابع وكيفية النظرة الفنية للأمور واستغلالها في صنع اللوحات. بدأ بتأسيس فكرة مرحلة إعادة إحياء الخط العربي بطريقة بتتلائم مع كل منزل بأناقة من خلال إدخاله للوحات في منظومة لونية جديدة للوصول لعمل فني يحتوي على أنواع عديدة من الفنون التقليدية ولكن بطريقة حديثة ومميزة. ريناد، هلا أنت ذكرت لي أنه أنتوا الوحيدين في الأردن اللي عم بتسووا هاي التقنية للخروج للمرحلة النهائية لأي لوحة بالصورة اللي احنا شفناها، ليش انتوا الوحيدين او شو اللي بيميزكم؟ هلا بيميزنا التقنية اللي عم نشتغل عليها، هي من عدة مراحل يعني طويلة ومضنية. ليش؟ بداية احنا بنستخدم كل مرحلة لإثراء المحتوى العمل، وبالأخص اللي هو اللغة العربية اللي هي عم تفقد إحساسها في البيوت عنا. فإحنا عم نقدم عمل من هاي المراحل حتى يكون منتج جميل في كل بيت في كل مكان ويأثر علينا كجماليا. أنتوا الوحيدين في الأردن بس مش الوحيدين في خلينا نحكي بالوطن العربي، كيف؟ هلا في ناس عم بيشتغلوا على تقنيات لكن بطريقة مختلفة عنا، لأنه إحنا عم نشتغل كل شيء بإيدنا يعني من بداية العمل لنهايته. العمل اللي إحنا شايفينه يعني هو يدوي إلكتروني بكل شيء، يعني كل الوسائل أنتم مستخدمينها. راح نشوف أنا وياك والمشاهدين طريقة صنع اللوحة من ألف للياء ونحكي لهم أكثر عن تفاصيلها. تمام؟ تمام. رينات، إيش المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى هو إدخال الخط العربي في العمل الفني، لأنه إحنا أهم شيء حكينا إنه عم نشتغل على الخط العربي وأهميته. تمام. أوكي. هلا النقطة اللي في نقطة قبل هاي النقطة إنه إحنا عم نستخدم التصوير المواقع اللي منشتغل فيها. يعني مثلاً إحنا عنا لوحة عن جرش عن بترة، إحنا منطلع منصورها ومنشتغل عليها كامل، بعديها مندمجها في الخط العربي. وفي مرحلة اللي هي بعد المرحلة الخط اللي هي تجهيز الأرضيات بنسميها، اللي هي الألوان الخلفيات اللي بتكون في العمل الفني. بعد هيك في مندخل اللي هو الزخارف الإسلامية أو العربية. هذا الاشي كله إلكتروني اللي رح يصير على الكمبيوتر؟ هلا كله عم نشتغله يدوي، يعني الخط خط إيد، الباترنز واللي هي الزخارف الإسلامية عم نشتغلها بإيدينا، والتصوير والأرضيات. بعد هيك بندخل إلكتروني على برامج التصميم. ولا زلنا في المرحلة خلينا نحكي الثانية ما بعد التصوير. المرحلة الثانية إيش؟ المرحلة الثانية اللي هي منبلش في صنع الزخارف الإسلامية. ليش الإسلامية تحديداً؟ لأنه إحنا ارتكازنا حكينا في العمل الفني اللي إحنا منقوم عليه هو اللغة العربية والمحتوى الإسلامي. تناسب مع هذه الزخارف الإسلامية أكثر. 100%. فهي هاي عملية جدا طويلة، ويعني كل باترن عم باخذ منا شغل الثلاث ساعات تقريبا. خطوه
الخطوة هاي إيش ممكن نسميها؟ وزي ما أنا شايف أنت عم بتدخل أشياء واقعية، بإمكانك تسوي هذا الإشي على الكمبيوتر، ليش عم بتسوي هذا الإشي؟ هلأ إحنا عنا القدرة زي ما حكيت إلكترونياً إنه ندخلها نتميز فيها، لكن دائماً العمل الفني له نكهة خاصة للمشاهد وللإحساس، حتى للحس الفني. فإحنا بنشتغل اللي هي هاي الخطوة اللي هي تجهيز الأرضيات للعمل الفني، اللي هي لمسات واقعية 100%. الخطوة هاي إيش راح تكون؟ هاي الخطوة اللي هي تجهيز اللي نسميها اللمسات الفنية اللي بتكون على العمل الفني إلكترونياً. يعني هذيك الخطوة السابقة كانت عبارة عن أرضية، أرضية، وهذه بتيجي فوق زي هيك إضافات يعني فنية 100%. طيب هلا ايش اللي سويته انت ريناد؟ هلا احنا كل اللي سويناه يدويا عم ننقله لمرحله ثانيه اللي هو الديجيتال، عم منعالج اللي اشتغلناه يدوي حتى يكون باجمل صوره يبين، وحتى ندخله لاتمام العمل الفني. هلا انت بتجمع كل هاي المراحل اللي انت سويتها بخطوه واحده وبالطريقة اللي انت بتشوفها مناسبة او الأزبط. تمام. هلا زي ما احنا عارفين احنا هون جمعنا كل العناصر اللي هي الخلفيات اللي اشتغلنا عليها والصور اللي صورناها بداية، عم ندمجها في العمل، بعدين الباترنز اللي اشتغلناها موجودة عندنا. طبعا هي بتاخد مراحل أطول من اللي احنا شايفينها لكن اختصرناها. في عندنا الخط اللي اشتغلناه، وهلأ عم ندخل اللي هو آخر عناصر اللي هو البراشز. لازم تكون مرحلة بتسبق مرحلة حتى نشوف هاي الصورة أو عادي مش مشكلة؟ لا لا لا، كل مرحلة يعني مدروسة بعناية حتى تعطيني النتيجة النهائية لهذا العمل الفني. طبعا احنا النمط اللي عم نطرحه بتكون من لوحة واحدة أو ثلاث أجزاء أو جزئين حسب، يعني هاي أجت من دراسة طويلة لأنسب شيء في البيت في المكتب، أنسب حجم أنسب شكل، حتى طلعنا في هاي الفكرة. هلأ شو بيضل عنا؟ هي بس كبسة برينت؟ هلأ هي كبسة برينت اللي بيحكوا عنها الناس إنها كبسة برينت، لكن هي فيها مراحل جدا معقدة وطويلة. ولكن رح نعمل برينت ونشوفها على صورتها النهائية 100% إن شاء الله. ريناد هلا هي اللوحة هلا هيك مش جاهزة ولا شو؟ هلا هاي في مراحلها النهائية احنا طبعناها، هلا مندخل عليها اللي هو اللمسات الفنية بنحكي لها. لازم تعمل زي هاي اللمسات بنهاية اللوحة، تزيد إثراء في اللوحة من ناحية جمالية ومن ناحية ممكن تساعد في الديكور حتى. اوكي، بتحس انه تعطيها شوي زي 3D او ابعاد ثلاثية، تعطيها ثيكنس 100%. هلا هيك نهاية وخلصت اللوحة من ألف للياء صح؟ 100%. هلا هيك احنا خلصناها، شديناها على الفريم، وهلا بتنوضع زي ما هي من غير أي إطار من غير أي شيء. بتفضل أنت بدون إطار؟ 100%. يعطيك ألف عافية رينات، شكرا لك وغلبناك احنا معانا اليوم. التوسع وزيادة الانتشار وأن يكون له أثر في إثراء المحتوى العربي نظراً لفقدان الحس العربي في مجالات الحياة لدى الأجيال الحالية والتأثير عليهم وارتباط اسمه بناتج جميل ومختلف للفن المرئي هو الهدف اللي بيسعى له رينات سيف. أحمد الكيلاني، رؤية